يلا الشباب تعرف عليك. كشفت المباراة اليوم؟ مباراة جميلة بس ما عجبتنا تصريحات ميشن المدرب. ايش بقى؟ ايوه الله يزعلك والله، بس تصريح فنه رجعنا الثقة ان شاء الله. موفقين ان شاء الله. انت ايش تقول؟ اقول غالي منصور باذن الله. منصور سلام. تاخذون الكاس يعني ان شاء الله؟ عفوا على المستوى اليوم، على المستوى مطمئن نوعا ما. مطمئن باذن الله، ولا الافضل ان شاء الله، مطلوب منهم الاكثر. انت ايش تقول؟ يا مرحبا باذن الله. اللهم لك الحمد، قدمنا مباراه طيبه ومستوى احسن، كان افضل من المستوى المباراه الماضيه، وباذن الواحد راح يتفانى الكاس باذن الله. موفقين ان شاء الله. ما اسمعك والله. اظل موفقين موفقين. سمعونا اي حاجه المنتخب. يلا السعودي جينا بكل مدينه، وللاخضر جينا بكل مدينه، ونبدأ حجينا من كل مدينة.